غادي يمشي للبريد يعني الا خلينا ما درتيش هذيك لاستراسيون يعني ما غادي يبقى لك هنا في المدينه غيخرج لك لوحه هذيك تاع الدفاع وهذيك تاع هي راه فيها واحد الصوتي بحال هكا اللي كتكون الشتا تاع هي كتكون الشتا تاع هي كتخرج كتمشي لوحدها إذا مرحبا بكم مشاهدين ومتابعين شوف دايما في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة كما كتشوف معايا هاد الطراثاج اللي غادي فيه الماء كامل اللي جاي من هذيك البلاصة اللي كيفتحوا فيها الناس هذاك يعني باش نشرح لكم وباش تعرفوا أكثر ومعلومات أكثر أن أي مدينة أي بلاصة ساكن فيها أنت فيها واحد الفلتراج ديال الماء أو فيها واحد البلاصة اللي كتكون تخزن الماء يعني ملي كتكون تساقطات مطرية باش حيت ما كانوش هاد العيبات هادو اللي كيدوزو الماء كرة المدينة كاملة غارقة ملي كتصب الشتا كيهودو كتهود الشتا كتعمر هاد البلاصة كاملة يعني مخلط فيها ماء ديال الشتا مخلط فيها يعني الماء يعني حتى هو اللي مسخ يعني ملي كيهبط هنايا كيجيو الناس ديال الاراضيش باش انهم كيفتحوا هاد الابواب هذا والخطوه الاخرى هي فاش كيهبط هاد الماء كيهبط من تما وكيمشي كيدوز حتى المواطنين كما كتشوفوا يعني هاد البلاصه هادي راه كتكون عامره بالرمله وعامره يعني ما كتبانش بحال دابا مازال دابا راه باينه بزاف هاد البلاصه كتكون عامره بزاف يعني ملي كيهبط هاد الماء هادي كيحفر هاد البلاصه كامله كيحفرها حتى كيوصل الماء كيوصل ليه باش يسدو الباب ديال هذيك البلاصه حيت صافي يعني الشمع يعني حبسات يعني كيجيو يسدوها باش انهم صافي يساليو العمل ديالهم وشكرا للناس ديال الاراضي حتى هما يعني قايمين بالواجب ديالهم وجايين باش ان جميع الاحياء وجميع المناطق يكونوا بصحه جيده ويكون لها فيضان حتى حاجه كما كتشوفوا البنيه التحتيه ديال هذه البلاصه هذه حتى هي شوفوا غير الخوا كما كنتو فيها هذه البلاصه ديال الرده انا غنحاول نهبط باش انني نبين لكم مزيان كيفاش كتشوفوا هذه العمليه كيفاش يعني هذا كيكون هو الحد ديال الرمله كما شفتوا هذا كيكون هو الحد ديال الرمله يعني هذا ملي كيهبط اصلا ملي كيهبط داك الماء هادشي كامل كيتحيد شوفوا كيما كتشوفوا هنايا يعني هاد البلاصه كتبان غير ملي كيهبط هاد الماء هذا يعني ها هما هاد الابواب اللي كينزل منهم الماء هو هاد الباب هذا كينزل منه الماء صافي كيبقى غادي المحتل يوصل البحر راه كيما كتشوفوا هاد الاطلس كامل كيبقى غادي حتى كيوصل البحر
تكون كارثه في المدينه الجديده، كان في الدرج كيف الحوايج، ولكن هذا البروجي هذا اللي صايبوه قدر انه ينفس مدينه الجديده. يعني راه بعض المرات ملي كيكون واحد تساقطات مطريه اللي كثيفه، عرفتي ملي كيحلوا هذا الباب هذا راه كيتم نازل الملمى بواحد الكثافه، واحد الكثافه كبيره جدا. كما كتشوفوا الراجل يعني كيحاول انهم يسدوا هذا الباب ويحاولوا انهم يقيوه من الداخل، باش عاوتاني ملي تصب الشتا عاوتاني يحاولوا عاوتاني يفتحوها وتكون الدنيا نقيه وزوينه. وهادشي اللي بغينا ان الناس يديروا هذا. الحمد لله من بعد اللايف اللي شفتي فيه اللي كانت دايره قبل هذيك، يعني القرقاره اللي محيد ليها الغطا ديالها، دار الحمد لله الغطا ديالها، جينا لقيناها من ديور صايبينو. هذه هي الروح المهنيه. حنا كنوصلوا اي حاجه يعني بانت لينا يعني خارجه عن نطاق المشاهدين والمتابعين في الطاقم معكم باتمان.